جبت لك البطوله دي لان انت يمكن ما لعبتش المباراه النهائيه لظروف الاصابه لكنك شاركت في ادوار كثيره جدا. كان انا من حسن حظي كنت موجود في الثالث في السيمي فاينل والفاينل كحارس ثالث طبعا يعني مع الكابرين اكرامي وثابت البطل. لكنه حضرتك كنت موجود طوال ايام البطوله واحنا هنلعب ان شاء الله السبت سيمي فاينل وده اللي يهمني مباراه العوده واذا وفقنا باذن الله نلعب المباراه النهائيه. الاجواء العامه كابتن رمضان قول لي الاجواء يمكن احنا اعتقد ان احنا مباراه توفاق ستيف اللي اتلعبت في القاهره دي من افضل مباريات النادي الاهلي من فتره كبيره جدا. يعني لو نقول مثلا افضل مباراه النادي الاهلي لعبها من بدايه الموسم كانت مباراه الهلال السعودي في كاس العالم للانديه. نعم. ودي المباراه الثانيه الحقيقه. صحيح. اداء طبعا يعني نموذجي. صح. اذا كان في كان كالتشكيل او في طريقه اللعب او التكتيك اللي لعب بيه الراجل حته الضغط يعني اداء نموذجي الحقيقه. نعم. ويمكن طبعا اسمر طبعا 4 اهداف وكمان ضاع اهداف كمان. المباراه طبعا المباراه اللي هتتلعب ان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نحقق الفوز الحقيقه. يعني يمكن احنا مش مفروض ان احنا نلعب على تعادل ومش مفروض ان احنا نلعب نبقى مقفلين خطوطنا بشكل جامد جدا او قوي جدا. لا احنا عندنا الامكانيات الحقيقه وخصوصا اللي اتواجدت في مباراه القاهره. نعم. يعني عندك بيرستاو يعني افضل مبارياته. صحيح. من ساعه ما جه ما قداش مباراه زي دي. نعم. يعني مستوى بدني وفني عالي جدا جدا جدا. انا دايما بقول ان بيرستاو لعيب رائع بس محتاج لياقه بدنيه. بالظبط. عدد المباريات اللي اخذها الحمل التدريبي اللي زاد الفتره اللي فاتت يمكن ظهر تماما في المباراه الاولى امام وفاق ستيف. يعني يمكن النقطه دي بالذات يا كابتن شوبير احنا يمكن اتكلمنا فيها مع احنا اول ناس اتكلمنا فيها هنا يا كابتن رمضان. اول ناس. نعم. من بدري جدا. نعم. وما كانش حد حتى بيتكلم عليها. اعتقد ان الست وحدات تدريب للنادي الاهلي. نعم. او لعيبه النادي الاهلي اخذوهم في الفتره الاخيره فرقوا معاهم في الملعب. نعم. في مباراه ستيف. الفتره اللي فاتت زي ما قلت لك صعب جدا حتى انت لما بتيجي تدي فرصه لواحد من البدلاء بعيد وبعدين تيجي تديله فرصه انت مش هيدي لك حاجه. ده صحيح. لان هو بدنيا وفتنس مباريات مش موجود. صح. ده انت حتى الحاجه اللي احنا كنا على طول بنعملها الحقيقه وبنشتغلها على طول حته ان انا الفرقه الاساسيه بتلعب مثلا الجمعه السبت بلعب مباراه وديه حتى لو عندي ماتش يوم الثلاث ولا في مشكله. ولا فيش مشكله بلعب السبت. نعم. مباراه وديه للمجموعه اللي ما لعبتش. مظبوط. يبقى انا كده بدخل الناس كمان فاكراها ان هي البدني بس. لا هو البدني وفتنس المباريات وفورمه المباريات. دي. نعم. ده احساس المباراه كابتن غير احساس التمرين. بالظبط. نعم. حتى يعني انا في رايي ان اللعيبه كلها اللي خدت في الفتره الاخيره اللي هي بعيده عن المجموعة الأساسية اتظلمت طبعا لان بياخد ماتشات خالص. طبعا ما فيش ماتشات بالاربع شهور بيعمل تريقه اساسي في الملعب. طبعا وعشان كده حصل مثلا مع صلاح محسن مع حسام حسن بالظبط الاصابات. نعم. اللي حصلت وان اللعيب ينزل بعيد والحاجات دي كلها. نعم. يمكن احنا قلنا ان حتى انت لما بتيجي بتدي مثلا فتره راحه سلبيه بتدي مثلا 4 ايام. يبقى اللعيب اللي ما بيلعبش بياخد 6 ايام. لان انت قبل الماتش بيوم واليوم الماتش تمرين ويوم الماتش يعني مجرد بس ان هو تفادى الحقيقه ان هو يرجع تاني ان حته الراحات السلبيه دي تتلغي او تقل اخر شوية. مباراه يوم. نعم. اخر مباراه بعد وفاق ستيف الحقيقه ده يوم. نعم. وهو ده الطبيعي ان انا بدي يوم بعمل فيه الاستشفاء بتاعتي وبعدين ارجع تاني. لكن الـ 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 الحقيقه الايام الراحات الكبيره قوي والكتيره قوي اللي حصلت. نعم. في الفتره اللي فاتت كانت فارقه طبعا في اداء النادي الاهلي بدنيا وفنيا.